ويسعد صباح حضراتكم بكل الخير مرة تانية. تعالوا كده نطمن حضراتكم على حالة الطقس النهاردة. يمكن بنشهد يعني موجة حارة جدا والناس كلها بتشتكي من حرارة الجو القوية جدا، ولكن بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، رطب على كافة الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، أما شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. تعالوا كده نطمن على درجات الحرارة العظمى والصغرى على بعض محافظات الجمهورية، والبداية مع بعض كالمعتادة هتكون من القاهرة اللي سجلت العظمى 41 الصغرى 27، اسكندرية 35 26، اسماعيلية 43 24، أما الغردقة 41 29، والمنيا 43 27، سوهاج 44 27، وأسوان 46 29. أما عن درجات الحرارة فعدد من المدن والعواصم العربية والعالمية، فالبداية مع بعض هتكون من الرياض اللي سجلت للعظمى 46 الصغرى 31، أبو ظبي 42 34، أنقرة 36 22، لندن 23 16، واشنطن 34 24، أما باريس 24 17، وأخيرا بكين سجلت العظمى 35 الصغرى 24. إن شاء الله كده يعني الجو يبتدي يتحسن واحدة واحدة، أهو بنحاول يعني، وحاولوا على قد ما تقدروا ما تعرضوش لأشعة الشمس كتير، واللي مضطر لازم يشرب مية كتير، وبلاش تكون ساقعة جدا عشان ما تعملكوش يعني انخفاض كده مرة واحدة في حرارة جسمكم ولا قدر الله يحصل لكم حاجة، فدايما خلوا بالكم. تعالوا نروح كده نتنشط شوية ونعمل شوية تمارين خفيفة تقدروا تعملوها في البيت من مكانكم وانتم بس بتتفرجوا علينا. يلا بينا.